وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيانات تعليمية وهمية بالقاهرة والفيوم. وفيما يخص شأن التعليم العالي، تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم في الوزارة عن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في متابعة وضبط الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأفاد التقرير بوجود أكثر من منشأة مخالفة، من بينهم المعهد التكنولوجي الدولي للعلوم بمحافظة القاهرة ومنشأة أكاديمية السادس من أكتوبر بمحافظة الفيوم. وأكد التقرير أن المنشأتين يدعيان منح شهادات معتمدة للعمل في مجالات التمريض والسياحة والصحافة وقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية بمجموع يبدأ من 50%. أصدر وزير التعليم العالي قراراً بإغلاقهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.